مرحبا والسلام عليكم. أهلا وسهلا بكم جميعا إلى قناة تعلم هندي بالعربي. اليوم راح نحكي عن وضع مثلا سيناريو جديد. افرض أنك أنت مثلا بتزور الهند وبدك تروح على الأوتيل، وعلى أساس ممكن في حالتين تكون أنت حاجز قبل ما توصل، أو انك هناك بتروح على الفندق وبتسأل. افرض انك انت في عندك عدة حالات، مثلا بدك غرفة فيها سريرين، فاذا الوضع الاول هو انه اريد غرفة فيها سريرين، twin beds بالانجليزي بيقولوا لها twin beds. هون بالهندي شو بدك تقول؟ تقول دو بد. بد هي تخت، وفي مرات بقولها بالانش. شو بقولها مرات؟ تسرير. دو بالانش. ألق ألق. دو تقول ألق ألق، يعني واحد سيبريت توين. إذن ألق علق 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 واحد واحد يعني علق علق شو علق علق دو معناه اثنين، دو اثنين. انت بتستعد بتقول ايك دو تين، واحد اثنين ثلاثة. علق دو، اذا بدك ثلاثة تخوتي ثلاثة سرة تقول تين. شو علق تين؟ شار اذا خمسة جايين عائلة كبيرة ولا مجموعة كبيرة بتقول علق. شو بانش خمسة، بالانش او باد اذا بدك تسوي بالعربي الانجليزي باد. شهية يعني زي كانت بتقول بيتنا شهية، بيتنا عايزين، بيتنا تختين كل واحد لحال أو حسب الوضع، ثلاثة أربعة خمسة، بس مالك لتغير الرقم. شو بتقول؟ ألق يعني سابرت بالإنجليزي، واحد. شو واحد. ألق دو بلانش اللي هي زي تخت أو سرير شهية. أو إذا بتحكي عن حالك مي بتقول مي أنا. شو بطريقة تانية بس هي أسرع. خلص دوري للموضوع، بتقول له ألق دو بلانش بد شهتي هي أو شهية تيار هي، يعني إنه موجود. ملاقا زي ما بنعرف من الحلقات الماضية، ملاقا يعني في موجود، بنلقى ملاقا بيستعملوها كمان كثير هاي ملاقا. شو فيك تقول ملاقا؟ تزيد عليها ملاقا سؤال تسأل، أو فيك تقول جملة أنا بالأول مثلا مي زي ما شفنا قبل، مي يعني أنا. مي ألق دو بلانش بد، بدل ما تقول شهية هون إذا قلت مي بدك ترجع للفعل الأصلي تشهتا. هو شو الفعل الحاضر هلا تشهتا، يعني من اشتهي. نفس الشيء زي هاي بس بتقول لها تشهتا مي، إذا حطيت مي بلشتها بمي. نفس الشيء هون بس بتخلصها شه، هي الفعل. شو شه يعني بتزيد عليها تا هو، لأنه شه مي تشه تا هو.
मैं चाहता हूँ शो के मैं चाहता हूँ मैं चाहता हूँ بتقول شو اللي بدك اياه شو او عاده باختصار هيك بحكي معه بشكل عام شيء دوبا 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 شيء اذا بدك على الماشي هيك حسب كمان المستوى حسب المستوى الفنادق كمان ونوعية الناس اللي بتتكلم معهم فهاي اول واحدة اذا قلنا غرفة بدك سريرين او ثلاثة بدك يعني لحال سبرت هلا افرض انه هلا بدنا غرفة ضبط شو بدنا؟ بدنا بدل سبرت جاي عيلة وبدهن مثلا او واحد بده يرتاح لحاله وطفى شو ما كان بدك هلا من هون شو بدنا؟ ضبط طيب هلا خلينا نمحى هاي اللي فوق عشان يكون في وسع اكثر عندك غرفة دبل مع حمام أو مغسلة بدنا غرفة دبل مع مغسلة شو ممكن تقول هنا؟ بدك تقول انه دبل كاميرا لانه الكاميرا معناها غرفة شو غرفة معناها شو كاميرا شو معناها غرفة كاميرا دبل بنحطها بالاول دبل كاميرا شو نيجي دبل بنحطها هون ترتيب الجمل هيك بتصير دبل كاميرا شو بس شو معنات حمام مثلا او مغسلة بقولوا غسل خانة شو بقولوا قريب على العربي غسل بغسل وما الى ذلك غسل خانة غسل الخانة زي كيف بقولوا الخان هي زي المحل شو المكان كمان غسل خانة صحيت دبل كاميرا صحيت يعني تابع على غسل خانة صحيت دبل كاميرا شيء زي ما قلنا قبل شيء يعني بدي عايز اريد شو شيء شو هيك بتقول وصل خانة صفي صفي دبل كاميرا شيء أو تشاتا هو مي تشاتا هو واضح فإذا هون الكلمات الجديدة ممكن اللي الكاميرا قلنا عنها معناها غرفة وهي غسل خانة يعني زي أوضة الحمام اللي فيها مغسلة تابعة لإلها ملاقى يعني في موجود عندكم وإذا كان موجود بقول لك ها 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 بهز لك براسه أو بهز لك براسه بتقول لك ها ملاقى أتشا أتشا كمان ها يعني إنه منيح أتشا أتشا يعني إنه في شو كويس طيب هلا بعد ما سألتهم وقالوا لك هيك افرض بالسيناريو انك انت كان حاجز على التليفون مثلا او طولوا بدوروا لك على الكمبيوتر مثلا شو او الدفاتر واخذت وقت زياده معهم زي كانه مش عم بيلاقوا تيجي بتقول ان انا حجزت الاسبوع الماضي شو بتقول لهم اللي حجزت الاسبوع الماضي شو معنات الاسبوع الماضي ليش يتشلي
هيجي الماضي هافتي هافتي هيج لي هفتي يعني الأسبوع الماضي شو فبتقلها شو بيت لي هفتي ريزرفيشن كيا شو يعني أنا عملت شو ميني بيت لي هفتي شو بيت لي هفتي ريزرفيشن كيا شو نجمعها هون بجنب بعض بصير بتقول ليني هيك نيجي لهون ميني يعني زي من مي الحجز تاعي مين ريزرفيشن بيقولها زي بالانجليزي يعني مين ريزرفيشن اللي هي ريزرفيشن مين تاعي مين يعني ماي ريزرفيشن بالانجليزي مين ريزرفيشن اتش لي زي ما قلنا قبل شوي هفتي كي يا من ريزرفيشن بيتش لي هفتي الاسبوع السابق كي يا يعني عملت شو والها تصير من ريزرفيشن بيتش لي هفتي كيا شو ما لقيت الحجز تاعي شو ما لقيت شو ما لقيت الحجز تاعي شو يعني بلشت انت بدك تتأكد شو الموضوع بتقول له كيا كيا شو يعني بدك تقول الجملة كاملة تقول له شو كيا ابكي باس نهي هي يعني ما عندك اياه شو ما قلت لك الجملة كاملة بتقول كيا ابكي شو اب كي نزيد عليها اب كي باس باس هيك باس نهي يا أبكي باس نهي شو ما عندك شو تشمر عن ايديك شوي يعني عرفت شو يمكن تفيد شوي يا أبكي باس نهي يعني ما هي عم تحكي انت عن الريزرفيشن عم تحكي شو عن الريزرفيشن ما ميرا ما ضروري تعيدها كلها ميري باس ميري ريزرفيشن أبكي باس نهي هي الجملة الكاملة او تقول لك يا أبكي باس نهي هي أنا هي لأنه بعرف عن شو عم تحكي يعني لا الحجز مليكا مليكا يعني أتشا يعني أنه لا الحجز بعال ميه تيجي بدك تسأله هلا قديش كم الليلة تسعيرة يعني بالليل الليلة شو بتقول له اكرات كنا لقيقة اكرات يعني اكرات يعني الليلة هيك رات اكرات هيك الواحدة هيك معناها الواحد الواحدة الليلة رات على الليلة اكرات كيليه او عشان اقول اكرات كيليه اكرات كي يعني رات كي كمان زي ما بنقول اكرات كي كي بنقول اب كي يعني تابع على الليله تاعت الليله اكرات كيليه عشان ليله واحده
كلية معناها عشان عشان ليلة واحدة كتنية 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 فيك تقول هيك باختصار هيك كتنية ما انت بتحكي انا عن الفلوس كتنية بيسة شو فيك تقول كتنية بيسة كتنية بيسة او كتنية لجيجا يعني لجينجا او لجيجا او لجينجي اذا بدك تحترم قديش بدك تاخذ يعني في عدة طرق لا تعبر عليها او باختصار كتنية 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 بيسة شو كتنية لجينجي قديش بتاخذ كتنية اذا بدك تزيد على لا جين جي بدها لجينجي فيك توقف هون كتنية لحد هون اذا بدك بتزيد عليها شو زيادة كتنية كتنية لجينجي شو او اذا حدا عم يشكل كتنية ليجا في طرق كثير ف بنقول مثلا بقول لك اكرات كلية شار صورو بي هيك هيك رات كيلي يعني عشان ليلة واحدة شار سو روبي يعني فيك تقول هنا إذا بدك جواب على السريع يمكن أقول لك هيك شار سو روبي شار سو روبي شار سو روبي هاي معناها 400 روبية شو يعني في عيد لك الجملة أقول لك كيف أنا هنا إيك رات كيلي في عيد هون إيك رات كيلي شار سو روبية شو الليلة 400 أو خلاص ما هو مفهومي عن شو عم تحكي أنت سألته عن الليلة الواحدة فبقول لك شار سو روبية إذا أنت عجبك السعر بتقول له منيح وشكرا بتقول له تيجي تيجي اتشاهي دنيا بعد شكرا وممكن زي راح نكمل بالدروس السابقة انك كيف انك تقول له يرخص لك وتسأله عن مواصفات الأوضة وبنكمل في الحلقة القادمة في الفيديو القادم وشكرا لكم والرجاء الاشتراك نراكم في الفيديو القادم. السلام.